اهلا بيكم مرة تانية، معاكم مهندس حسن حسين من غوريلا اوتو سيرفيس. هنتكلم في الفيديو ده من فيديوهات محركات متخصصة عن الايجنيشن سيستم، ترابل دايجنوستيك فلوت شارت، خريطة تدفق تشخيص اعطال نظام الاشعال لمحرك نيسان من النوع RB20E والنوع RB20DE والنوع RB20DET. فأول حاجة هنتكلم عليها هي الإيجنيشن سبارك إنسبكشن، اختبار إشارة الإشعال. وده بيتم إزاي؟ إن أنا بسحب كابل من كابلات شرارة الإشعال، الكابل ده اللي واصل بين البوجيه شمعة الشرارة السبارك بلاج وبين مبينة الإشعال الإيجنيشن كويل، وده لازم يديني سترونج سبارك آرك، يعني صوت شرارة إشعال قوي انا ببقى شايفه وسامعه. وطبعا الاختبار ده لكل كابل من كابلات شرارة الاشعال اللي قلنا عليه، اللي واصل بين المبينة وبين مبينة الاشعال، اللي واصل بين البوجيه وبين مبينة الاشعال اللي هي شمعة الشرارة اللي هو البوجيه. وفي الحالة دي لو أنا سامع صوت شرارة قوي وشايفه قدامي، بيبقى كده نظام الإشعال شغال عندي وبقى انسبكت أذر سيستم، يعني بروح أختبر نظام تاني غير نظام الإشعال اللي هو الإيجنيشن سيستم. لكن لو طلع إن في شرارة ضعيفة أو ما فيش شرارة في أحد الكابلات، بتبع الإجراء اللي هنقول عليه دلوقتي. الباور ترانزستور كنترول سيجنال انسبكشن، اختبار إشارة مشط الترانزستور، بس ده من ناحية الباور ترانزستور يونت، يعني من ناحية الترانزستور نفسه. وده بيتم إن أنا بقيس الفولت بين الباور ترانزستور تيرمينال 2 وبين الأرضي، ده في المحرك الـ RB20E. لكن في المحرك الـ RB20DE والمحرك الـ RB20DET بيبقى بين الباور ترانزستور تيرمينال 1 و2 و3 و4 و5 و6 وبين الأرض اللي هو الجراوند. وده لأن المحرك الـ RB20E ده NOHT نوهك، يعني سنجل اوفر هيد كام، يعني ملف اشعال واحد، ايجنيشن كويل واحد، بيدي للموزع اللي هو الديستريبيوتر علشان يوزع الشرارة على الست بوجيهات اللي سبارك بلاج. لكن المحرك الـ RB20DE والمحرك الـ RB20DET ده دبل اوفر هيد كام، يعني ملف اشعال لكل غرفة احتراق او لكل سبارك بلاج، يعني لكل بوجي، يعني ايجنيشن كويل لكل سبارك بلاج. وقيمة الفولت لازم تتراوح ما بين 1.1 ل 3.1 فولت، ده طبعا وين الانجن ان راننج، يعني والمحرك شغال. طيب لو ادتني قيمة تانية غير 1.1 ل 3.1 فولت، بدخل على الاجراء اللي بعد كده اللي هو الباور ترانزستور كنترول سيجنال انسبكشن، اختبار اشارة مشط الترانزستور، وده بيبقى من ناحية الكنترول يونت، يعني من ناحية وحدة التحكم. وده بيتم ان انا بقيس الفولت بين الكنترول اللي هو الكنترول يونت تيرمينال 37 والارضي الجراوند، وده في المحرك الـ RB20E. لكن المحرك الـ RB20DE والمحرك الـ RB20DET بقيت الفولت بين الكنترول يونت تيرمينال 1 و12 و3 و13 و2 و11 والأرضي اللي هو الجراوند. وده لازم يديني قيمة فولت بتتراوح تقريبا بين 1.1 ل 3.1 فولت وين الانجن ان راننج والمحرك شغال.
طيب لو اداني قيمة تانية غير أو قيمة غير القيمة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي من 1/10 لتلاتة من عشرة فولت، بروح اختبر مصدر القدرة الرئيسي للكنترول يونت، يعني بروح الكنترول يونت باور سبلاي انسبكشن، بختبر المصدر القدرة الرئيسي للكنترول يونت. وده بيتم ان انا بحط الكنترول على جهاز تشخيص الاعطال، واحط الكنترول يونت ريليه الكنترول على الاكتف تيست، واقيس الفولت بين الكنترول يونت تيرمينال 27 والارضي، ده في المحرك الار بي 20 اي. لكن في المحرك الار بي 20 دي اي والمحرك الار بي 20 دي اي تي، بقيت الفولت بين الاطراف 1 و12 و3 و13 و2 و11 وبين الارضي. وده لازم يديني جهد البطارية الباتري فولتج، وده بشرط قلنا ان الاجينيشن سويتش ان اون، يعني الاجينيشن سويتش عندي شغال. ولو قيمة الجهد قلت عن جهد البطارية الباتري فولتج، بريبير الكنترول يونت باور سبلاي سيركت سيستم، بروح اصلح عندي الباور سبلاي سيركت سيستم. ولو قست الفولت بين اطراف الكنترول يونت تيرمينال ولقيته بيتراوح بين 1/3 ل 3/10 فولت، بهارنس كونتينيوتي انسبكشن، يعني بختبر الضفيره بين الكنترول يونت ومشط الترانزستور اللي هو بين النقطة 37 في وحدة التحكم والنقطة 2 في مشط الترانزستور، ده بالنسبة للمحرك الـ RB20E. لكن في المحرك الـ RB20DE والمحرك الـ RB20DET، ده بيتم بين النقطة 1 و1 سواء في مشط الترانزستور او في وحدة التحكم، والنقطة 12 و2 طبعا في وحدة التحكم ومشط الترانزستور، والنقطة 3 و3 والنقطة 13 و4 والنقطة 2 و5 والنقطة 11 و6، ده بين مشط الترانزستور والكنترول يونت. وبقيت هنا مقاومة السلك اللي لازم تديني طبعا 0 اوم. ليه؟ لان انا لما بهرنس كونتينيوتي انسبكشن اي سيستم عندي لازم المقاومه تديني 0 اوم، لان لو ادتني قيمه تانية غير 0 اوم بريبير الهرنس، بطلع عندي الضفيره بتاعتي. وطبعا لو الضفيره الهرنس بتاعتي كويسه ومفيش فيها اي مشكله، بروح انسبكت الكونكتور والكنترول يونت تيرمينال ارينجمنت، واشيك على فيشة الكنترول الرئيسية. ودي طبعا اشكال فيشة الكنترول الرئيسية سواء في المحرك الـ RB20E او المحرك الـ RB20DE او المحرك الـ RB20DET. احنا كنا قلنا لو انا اختبرت الباور ترانزستور كنترول سيجنال من ناحية الباور ترانزستور يونت، يعني المشط الإلكتروني نفسه، ده بيديني إجرائين، يا إما فولت بيتراوح ما بين 1/10 لـ3/10 فولت، يا إما بيديني حاجة تانية إحنا اللي هي اتكلمنا عليها في الأول الفيديو. فإحنا دلوقتي هنتكلم عن إن أنا قست الجهد في الباور ترانزستور من ناحية الكنترول يونت ولقيته بيتراوح بين 1/10 لـ3/10 فولت، وفي الحالة دي بيبقى هطبق الإجراء اللي هو الإيجينيشن برايمري سيجنال انسبكشن، اختبار إشارة ملف الإشعال الابتدائي. وده بيتم بين الباور ترانزستور تيرمينال 1 والجراوند الارضي، وده لازم يديني قيمة 10 من 6 لـ10 فولت، يعني بيديني قيمة بتتراوح من 6 لـ10 فولت وين الانجن ان راننج والمحرك شغال. وطبعا بيديني القيمة اللي هي من 6 لـ10 فولت
ده بالنسبة للمحرك اللي هو الـ RB20E، لكن في حالة المحرك الـ RB20DE والمحرك الـ RB20DET بروح أقيس الفولت بين النقطة 1 و2 و3 و4 و5 و6 في مشط الترانزستور والأرض، وده لازم أقيسه وده لازم يديني فولت بيتراوح برضو من 6 لـ10 فولت، ده وين الانجن ان رانينج والمحرك شغال. والاجراء اللي بعد كده ان انا اروح اختبر الايجنيشن كويل انسبكشن، بختبر ملف الاشعال، وده بيتم ان انا بقيس المقاومه بين طرفي كويل الاشعال نفسه اللي هي الايجنيشن كويل تيرمينال 1 اند 2، وده لازم تكون قيمه المقاومه دي بتتراوح ما بين 8 من 10 لـ1.2 أوم في المحرك الـ RB20E، لكن بتتراوح بين 6 من 10 و9 من 10 أوم في المحركين اللي هو الـ RB20DE والمحرك الـ RB20DET. وطبعا لو ادتني قراءة اوم غير كده بغير ملف الاشعال، يعني بريبليت الايجنيشن كويل. الإيجنيشن سيستم سكندري بارت انسبكشن، اختبار أجزاء نظام الإشعال الثانوي، ملف الإشعال الثانوي، وده بيتم إن أنا برفع أسلاك الفولت العالي اللي واصلة بين الإيجنيشن كويل والسبارك بلاج البوجيه، وبشوف وأسمع صوت شرارة الإشعال، وده بيتم إن أنا برفع السلك وأقربه من جسم الموتور أو أي نقطة أرضي علشان يحصل الإيجنيشن آرك سواء في المحرك الـ RB20E أو المحرك الـ RB20DE والمحرك الـ RB20DET، مع العلم إن المحرك الـ RB20DET ده كويل أون بلاج، يعني مفيش سلك، اللي هو السلك اللي جاي من الكنترول يونت بالفولت اللي هو الباتري فولتج، فولت اللي هو جهد البطارية، يعني مفيش عندي من الآخر سلك فولت عالي. ليه؟ لأن هو السلك اللي جاي من الكنترول يونت بالباتري فولتج اللي هو جهد البطارية على طول على الكويل أون بلاج. وطبعا انا لما كنت بقيت اشارة ملف الاشعال الابتدائي الايجنيشن برايمري سيجنال انسبكشن، وده كان بيديني قيمة فولت كانت بتتراوح ما بين 6 لـ10 فولت، طبعا ده وين الانجن ان رانينج والمحرك شغال. فهنتكلم دلوقتي عن لو الفولت اداني حاجة غير 6 لـ10 فولت اللي هو الباور ترانزستور انسبكشن، وطبعا ده بيديني حاجة من الاتنين، يا نورمال طبيعي يا ابنورمال غير طبيعي. يعني لو هو غير طبيعي ابنورمال بريبليت الباور ترانزستور، بغير عندي الباور ترانزستور يونت بالكامل. طيب لو اداني نورمال طبيعي بهارنس كونتينيوتي انسبكشن، يعني بختبر او بقيس الضفيره بين مشط الترانزستور وبين ملف الاشعال، وده بيتم ان انا بقيس المقاومه بين النقطه 1 و2 اللي هي الباور ترانزستور تيرمينال 1 وبين النقطه الايجنيشن كويل تيرمينال 1 برضو، يعني بين مشط الترانزستور وبين ملف الاشعال، وده بيتم لكل ملف اشعال على حدة، وده لازم يديني 0 أوم. ولو اداني اي قراءة تانية بريبير الهارنت، لكن لو اداني 0 أوم بروح اختبر الايجنيشن كويل باور انسبكشن. وده بيتم ان انا بختبر الفولت بين الكويل تيرمينال 2 وبين الارضي اللي هو الجراوند، وده لازم يديني الباتري فولتج جهد البطارية، بس ده بشرط الإيجنيشن سويتش إن أون. ولكن لو الفولت اختلف عن فولت البطارية بريبير الإيجنيشن كويل باور سبلاي سيستم سيركت، لكن لو اداني
جهد البطارية الباتري فولتج، ده بيخليني ادخل على الاجراء اللي بعد كده اللي هو الايجنيشن كويل انفكشن، بختبر ملف الاشعال، وده بيتم ان انا بقيت المقاومة بين طرفي كويل الاشعال 1 و2 اللي هو الايجنيشن كويل تيرمينال، وقيمة المقاومة دي لازم تتراوح بين 8 × 1.2 أوم، وده بالنسبة للمحرك الار بي 20 اي. لكن قيمة المقاومة في المحرك الار بي 20 دي اي والمحرك الار بي 20 دي اي تي لازم تتراوح ما بين 6 × 9 أوم، ولو ادتني قيمة اوم غير كده بريبليت الايجنيشن كويل، بغير الايجنيشن كويل. هنتكلم دلوقتي عن الايجنيشن سيستم سكندري بارت انفكشن، اختبار اجزاء نظام الاشعال الثانوي اللي هو ملف الاشعال الثانوي، وده بيتم ان انا برفع اسلاك الفولت العالي اللي واصله بين الايجنيشن كويل والسبارك بلاج البوجي، وبشوف واسمع صوت شرارة الإشعال، وده بيتم إن أنا برفع السلك وأقربه من جسم الموتور أو أي نقطة أرضي علشان يحصل الإيجنيشن أرك، سواء في المحرك الار بي 20 اي او المحرك الار بي 20 دي اي والمحرك الار بي 20 دي اي تي، مع العلم ان المحرك الار بي 20 دي اي تي ده كويل اون بلاج، يعني مفيش سلك جهد عالي، السلك هو السلك اللي جاي من الكنترول يونت بإشارة الإشعال الإيجنيشن تايمينج كنترول سيجنال، وعلشان ملف الإشعال موجود مباشرة على البوجي فمفيش موجود سلك فولت عالي. وطبعا اخر حاجة هنتكلم فيها هي الكنترول يونت تيرمينال ارنجمنت، ترتيب اطراف فيشة وحدة التحكم، وده شكل ترتيب اطراف فيشة التحكم سواء في المحرك الار بي 20 اي او المحرك الار بي 20 دي اي او المحرك الار بي 20 دي اي تي. وطبعا لو عاوز شكل ترتيب اطراف فيشة وحدة التحكم في اي نوع من انواع المحركات دي بنقدر نكتب على محرك البحث بتاع جوجل اللي هو هنكتب فيه كده في التكست بوكس بتاع محرك البحث الكنترول يونت تيرمينال ارنجمنت فور نيسان انجن ار بي 20 اي مثلا، او فور نيسان انجن ار بي 20 دي اي، او فور نيسان انجن ار بي 20 دي اي تي، يعني بمعنى اصح كنترول يونت تيرمينال ارنجمنت فور نيسان انجن واكتب اسم المحرك بتاعي. هتقدر تشوف شكل الترتيب ده واضح شوية لو هو مش واضح في الفيديو كده، ولو اي حد مش قادر يوصل لاي معلومة يقدر يكتب ليا في التعليقات وانا اتواصل معاه لحد ما المعلومة توصل. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة اللي هو الايجنيشن سيستم ترابل دايجنوستيك فلو تشارت، خريطة تدفق تشخيص اعطال نظام الاشعال لمحرك نيسان من النوع ار بي 20 اي والنوع ار بي 20 دي اي والنوع ار بي 20 دي اي تي. وشكرا.